الفرجة والروح الرياضية العالية هو ما ميز نهائي كأس الدورة المنظمة من قبل جمعية حي 450 سكن بمدينة الأغواط التي حملت شعار لا للإدمان وأخذت اسم الفقيدين من عائلة كريبة عيسى وإبراهيم. نظمنا هذه الدورة التحسيسية على محاضرات بالنسبة للشباب تاعنا هذه، ودرنا المحافظات محافظة اليتيم 70 محفظة من رعاية كريبة المرحوم كريبة عيسى ومرحوم بكريبع ابراهيم. انا مستعد كرئيس بلديه انني ندعم كل احياء اللي ديرات شعارات لا للمخدرات، نعم للحفاظ على اولادنا، وراح نقدم لهم اضافه معنويه وماديه، وراح نرافقهم في المنشا الرياضي هذا اللي رانا فيه، راح يكون عينه الاحياء الاخرى. هذه راه مجرد مقابله برك بين كاس الزايم والبيان، رانا خاوه مع بعضنا بعض، خاوه، والحمد لله رب اللي فات المقابله بروح رياضيه عاليه، ونتمنى كل دورات تفوت كيما هاك. الدورة كانت ناجحة بكل المقاييس، وهذه الدورة بشعار لا للمخدرات، ونشكر جميع المساهمين. من محاسن الصدف أن الشاب الرياضي حبيب مصطفى محبوب الجماهير الأغواطية الذي أقعد بسبب حادث أليم لقي الدعم النفسي والمادي. والروح أنا مستعد، أنا أول واحد من المتبرعين بخمسين مليون، والجنة المتعاملين الأخرين حوالي 15-20 واحد لمدوا هذا المبلغ، ماهوش كبير على وليدات الأغواط. أنا مستعد في ليلة أول نوفمبر يلا يا ناس الأغواط نكرموا مصطفى ونعطوا له المليار تاعه ويروح يدير العمليه الجراحيه. كوني كما مبادره هذه ان شاء الله ربي يعطيهم، نتمنوا ان شاء الله يرحم والديكم والله يفرحكم ان شاء الله، والله الله يعطيكم، نتمنوا الله ينصركم ولاد بلادي الله يفرحكم ان شاء الله. مشاهد امتزجت بالروح الرياضيه العاليه تصديا لافه الادمان، بل واتسمت بالتضامن الانساني الذي ليس هو بجديد على سكان الاغواط. فهل سيتحقق حلم مصطفى حبيب مع الأيام؟